السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدينة الدار البيضاء، يا ربي السلامة. شابة كانت كدوز بخير، لاباس عليك، كانت كدوز الكادرياماني، وكما تيقولوا أن كاين عندها مشكل ديال التليفون، ما التليفون داخل الفصل، ودخل الأستاذ هي ما لم تستسيغ الأمر. في العشية رجعت للدار وشربت فانيدة، وكانت عملية انتحار. إنا لله وإنا إليه راجعون، مباشرة من حي محمدي بالضبط بقرب سينما سعادة، مدينة الدار البيضاء. هادشي ولا تيخلع، الله يسر. هاد الحالة اللي ولينا كنشوفوها نتيجة الامتحانات، كما كانت كتقول ما نجحش في الامتحانات ديال كاترياماني كما تنقولوها بالتعريف القديم، التاسعة. وضعت حد الحياة ديالها بشرب فانيدة ديال الزرع كما تيقولوا بالدارجة، وفارقت الحياة وانتقلوا بها العائلة في محاولة يائسة لإنقاذ الحياة ديالها، ولكن الأقدار كانت أسرع منها وتوفات. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت واجدة بمنطقة ديال حي محمدي بالضبط قرب سينما سعادة، الناس اللي تعرفوا سينما سعادة. انت ما غاشوفها، وهذا الشيء راه لا يبشر بالخير. ومسكينه باقيه صغيره، تخلعات، خافت واقيلا من الدار ديالهم لا يعاقبوها ولا شي حاجه. هذا الشيء علاش شمت خداس كما تيقولوا فانيده ديال الفار، وضعت حد الحياه ديالها. انا لله وانا اليه راجعون. تم النقل ديالها على وجه السرعه الى مستشفى ابن رشد، ولكن فارقت الحياه. انا لله وانا اليه راجعون. العائلة ديالك واحد الصدمة كبيرة. هاك تخلص. إنا لله وإنا إليه راجعون. العائلة ما صدقتش الأمر، وكما تنقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تم النقل ديالها إلى مستشفى ابن رشد في حالة حرجة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما كتشوفوا العائلة ديالها ما مصدقاش الاب ديالها ولا الام ديالها. انتقلوا على وجه السرعه الى مستشفى ابن رشد مدينه الدار البيضاء، وكاين هنا واحد الصدمه كبيره داخل العائله ديالها اللي تفاجات بالامر، ولقات ان الابن ديالهم فارقت الحياه، والحادثه وقعت اثناء الامتحانات. ان حصل عندها تليفون كما تيقولوا، وتمت مصادرة هذا الهاتف، وخوفا منها، لان كما تيقولوا حنا ما مأكدينش من الاخبار، كيقول الاستاذ بانها ما غتنجحش. هذا الشيء علاش خافت المصير الدراسي ديالها، وبالتالي تم وضع الحياه حد الحياه ديالها. هذا الشيء وقع بالحي المحمدي مدينه الدار البيضاء. تم نقل الضحيه على وجه السرعه الى اقرب مستشفى بمدينه الدار البيضاء، بالضبط مستشفى ابن رشد بمدينه الدار البيضاء زميلي مصطفى. هذا الشيء ولا تيخلع، لان عاجل ومباشر من الدار البيضاء، بالضبط من في المقتبر العمر ديالها، ان خالت وقعت في حادث كما تيقولوا حادث غش. النقل ديالها على اقصى بوجه السرعه صديقي مصطفى. للاسف الشديد سمعنا الخبر ديال الوفاه ديالها. انا لله وانا اليه راجعون. هذا الشيء بالحي المحمدي قرب سينما السعاده. سينما السعاده للاسف الشديد عند اعتبر قرب قيصريه الشهيره ديال فم حسن. نعم، هاد التلميذه ربما تيقولوا بعد الجيران وبعد الزميلات ديالها والاصدقاء ديالها تيقولوا بان حصلها يعني الاستاذ وحيد لها التليفون. هي خافت وقع لها الهلاك كما كتشوفوا معنا، الكل في حاله صدمه. من المسببات اللي خلاها مسكينه انها، والعلم لله يعني احنا كنجهلوا هاد المصادر يعني اللي كتروج لحد الساعه. هاد المصادر كما تنقولوا باقي الحدث جديد، والعائله ديالها والاقرباء ديالها بحاله الصدمه، الصدمه مما وقع، الصدمه من حدث. مجمعين حنا نقربوا، لانه وقعنا لنا واحد الضغوطات، والانسان الله يحسن العوان مغوش عطينا الصريح، وحاولنا وعاود حاولنا، ولكن كنحاولوا نصور من مكان بعيد على الشقه ديالو. كتوضع حد الحياه ديالها. كان عندها امتحانات، ولكن كتدوز امتحان للاسف الشديد انها فارقت الحياة. فارقت الحياة.
اذا مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا حنا كنحاولوا نتجنبوا مشاكل وما كان بعيد على الشقه ديالهم. انا باقي فايق سيري اختي الكبيره كي دايره لاباس عليك؟ عاودي لنا اختي بلا ما نوريوك شنو وقع لها الدريه دايرين مباشر لا ما ندويش انايا لا وتقول بنت صاحبتنا الله يبارك فيك لا والله ما تقدر صافي اختي الكبيره انا انا لله وانا اليه راجعون عندها 15 سنة ودار ليها في الورقة تصبر وباش من حق شو ما عندوش حق ما عندوش حق كاينة لجنة ديال المراقبة هي اللي غتحدد المصير ديالها هي اللي ديهم ولقيت إلا لقيتيها في حالة غش كاينة لجنة ولكن باش تدير ليها تصبر واش هي خافت التليفون راه باقي عنده لدابا لا كطرية ما تاسعة 15 عام ساكنة عند امها هي وليا انا لله وانا اليه راجعون جمعت التفاصيل ان عندها 15 عام تم حجز الهاتف ديالها عندها هي اللي عند امها هي والابن ديالها هذا الشيء وقع هذا المساء بمنطقة الحي المحمدي قرب القشرية الشهيرة ديال فم الحصن فم الحصن فم الحصن إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هذا الخبر نزل كالصاعقة على الناس ديال الحي لأن الطفلة عندها سمعة طيبة وعندها داخل هذاك ولكن الخوف والهلاء من السقوط وهذا الشيء اللي وقع ما عندنا ما نديرو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ كيبقى الطريقة باش توفات بها هاد الشابين اللي خلات طرح عدة أسئلة كما كتشوفوا معنا الكل مصدوم الكل ما صدقش هذا الامر لان الطفله عندها سمعه طيبه خافت من على والديها خافت من النتيجه خافت انها تسقط ولكن لو كانت كتعلم ان راه ما هادشي راه بزاف ان لله وانا اليه راجعون في العمر ديالها 15 عام ثم نقلوها الى اقرب مستشفى مشات لمستشفى محمد الخامس ولكن الحاله ديالها حرجه تم نقلها على وجه السرعه الى مستشفى ابن رشد بمدينه الدار البيضاء انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون دوموا لله والله يصبر العائله ديالها اللي في حاله انتقلت مع الطفله الى مستشفى ابن رشد بمدينه الدار البيضاء انا لله وانا اليه راجعون الخبر كما قلنا نزل كالصاعقه على العائله على الاصدقاء على الاحباب المشكل اللي كان هو مصادره الهاتف ديالها وكما تيقولوا ان الاستاذ دار لها تكرر ولكن ما كاينش شي معلومات مؤكده نلتقي في مباشر اخر دمتم في رعايه الله والى اللقاء نعتذر لاننا كنصوروا في وضعيه غير طبيعيه شكرا لكم الى اللقاء.